بعد ما كمان حضرنا الانفيرونمون بتاعنا، توا باش تعداو السيمفوني بروجكت سيت اب اللي من خلاله باش نشوفوا كيفاش نصنعوا السيمفوني بروجكت بتاعنا وكيفاش نلانسيوه على سيرفور دابليكاسيون سيمفوني. لهنا حليت في اس كود باش نبداو نصنعوا البروجي سيمفوني بتاعنا. يلسوفي ننزلوا على الترمينال هنا ونصنعوا ترمينال جديد باش نخدموا بالترمينال في وسط الفي اس كود. دونك اول مرحله لازمنا نحضروا ان بلاسمون وين باش نصنعوا البروجي بتاعنا. دونك انا اخترت بلاصه في الدوكيمون، صنعت ان دوسي سميتو بروجيكتس، نكوبيو الشما هذا ونكتبو سي دي ونكوليو الشما باش نصنعوا البروجي بتاعنا في لون بلاسمون هذا. دوزيام ايتاب هي نمشيو للدوكيومونطاسيون تاع سيمفوني، نمشيو للسيت symfony.com وننزلو دوكيومونطاسيون. لهنا باش نلقاو لي زيتاب الكل اللي باش نحتاجوهم. في الشابتر 1 هنا فما كلمة سيتاب، نزلو على سيتاب، فما الكوموند هذه اللي يعطيها لنا اول كوموند اللي هي symfony check requirements اللي من خلالها باش نتاكدو اذا symfony يعني تنجم تخدم على البي سي نتاعنا ولا لا بعد ما صبينا البي اتش بي وصبينا كل شيء. دونك لهنا يقول لنا your system is ready، معناتها كل شيء حاضر ونجمو نبداو نصنعوا البروجي نتاعنا سيمفوني. دونك نمشيو للكوموند الثانيه. لهنا يخيرنا بين زوز كوموندات، فما كوموند اللي هي with معناتها فول، معناتها باش نصنعوا بروجي يتضمن الباكيجز الاساسيه لون ابليكاسيون سيمفوني تراديسيونيل، والا باش نخدمو ان بروجي افيك ان ميكرو سيرفيس اللي هو باش يكون كيما نقولو نحنا بروجي لايت، ما فيش برشا حاجات مصبوبه ديجا. دونك نحنا باش ناخذ الكوموند الاولى نعملو كولي. لهنا باش نختارو اسم البروجي نتاعنا، ما نخليوهش هكاكا كيما الاسم هذايا. دونك نحيو ماي بروجيكت نيم ونبدلوها باسم البروجي نتاعنا. بعد ما سميناه ننزلو اونتري ولهنا بدا يصنع لنا في البروجي نتاعنا. نستناو شويه، العمليه هذه تاخذ شويه وقت وبعد نرجو. بعد ما كملت الكوموند اكزيكوتيت، دونك هنا البروجي نتاعنا تصنع ونورمالمون نجمو نحلو البروجي نتاعنا. نعملو اوبن فولدر، شو دوكيمون وين حاطين البروجي نتاعنا، ونسيليكسيونيو الدوسيي اللي صنعناه توا ونحطو اوبن. لهنا هذوما الكل صنعنا البروجي سيمفوني، هذوما الكل لي فيشي سورس نتاع البروجي نتاعنا. طبعا نكتشفوهم مع بعضنا باش نستارتيو البروجي نتاعنا. نحلو الترمينال مرة أخرى لهنا ونرجع للدوكيمونطاسيون نتاعنا. فما كوموند لهنا سيمفوني سيرفر ستارت، كوبيوها ونكوليوها. لهنا يطلب علينا دي زوتوريزاسيون، نعطيوه لي زوتوريزاسيون اللي حاجتو بيهم باش سيرفر دابليكاسيون ينجم يخدم منها ويكونكتي على بي اتش بي بتاعنا. دونك توا نحاولو ناخذو اليو ار ال هذيا كوبي، والا ديريكتومون نزلو ديريكتومون هاك كنترول كليك. لهنا كيما تراو لهنا قالنا ويلكم تو سيمفوني. لهنا البروجي نتاعنا سيمفوني تلانسا، هذه هي الباج الاولانيه نتاع سيمفوني باغ ديفو. وتوا ما بقى كان باش نبداو نخدمو على الادمن ابليكيشن نتاعنا. إذن نتعدى البارتي الثالثة اللي هي admin application.